في برنامج عربي للتعارف يجلبون رجل وامرأة ويضعون بينهما حاجز، ثم يطرحون عليهم مجموعة أسئلة في موعد غرامي. في هذا البرنامج ستجد أن الخيانة أو الزنا مجرد وجهة نظر. بتخون؟ أنت خنت قبل كده ها؟ الحقيقة أن أنا خنت طبعا كتير جدا 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 كواحد صغير. وستجد أن الدياثة أمر طبيعي، مجرد بيست فريند يعرف كل شيء عنها. أنا عندي سؤال ليك بس، هو أنت جاي ليه؟ أنا ما أقدرش أسيبها لوحدها أبدا، مش هزعجك عامة. ما صاحبي برضو يعني في حاجات أنا ما أحبش حد يعرفها غيري أنا واللي معايا. طب ما أنا اللي أنا عارف كل حاجة. كل حاجة؟ كل حاجة. وأنا كمان. يعني أنت عارفة حاجات شخصية عنه؟ أيوه. عارفة مأساته؟ آه. وستجد أن اللبس العاري أمر عادي، المهم المكان الذي تلبس به. يعني ألبس بكيني في الساحل ولا؟ بكيني في الساحل بس هيبقى في البحر بس اللي هو لبس البحر عادي مفيش مشكله. وستجد ان السهر والخمور والمخدرات امر محبب للاهل. طيب عمر انت بتحب تروح فين؟ الاماكن اللي بتحب تخرج فيها؟ تمرين، شغل، سهر، خروج. سهر. ايوه ركز بقى على السهر ده. بتسهر فين بقى يا عمر؟ ابوتشي بقى ولا ايه؟ لا لازم تقول بسرعه عشان ساعات احب احافظ على بنتي. وافكار كثيره سامه يروج لها ذلك البرنامج من خلال شخصيات متنوعه تحمل تلك الافكار وتنقلها لوعي المشاهد. ثم بعد ذلك كله إذا طرح موضوع الزواج تجد أنهم يعرضونه على أنه تخلف مستحيل أن يقبلوا به بالشكل العفيف. ينفع تتجوزي جواز صالونات؟ مستحيل. ليه أتجوز جواز صالونات أصلا؟ لازم أبقى عارفاه وحباه وحاسة حاجة ناحيته عشان أوافق أصلا أن يبقى فيه حاجة، مش أن احنا نتجوز. هذا البرنامج يحقق ملايين المشاهدات ويتابعه الملايين، ولا تكاد حلقة من حلقاته تقل عن 1,000,000 مشاهدة. والسلعة في هذا السوق هو أنت. ما وراء كواليس The Blind Date Show. الخطة الشيطانية، الخطة التي يريدها هذا البرنامج ومن شابهه كالآتي: أن يصاحب الفتاة أكثر من شاب، وأن تخطب لواحد منهم لأكثر من سنة، ويبقوا كده مبسوطين مع بعض. أنا بنفترض إن إحنا اتصاحبنا، قعدنا سنتين متصاحبين، بعد السنة بديك وقت كتير وعلى فكرة، بعد السنة إحنا عرفنا بعض فيهم كده 3 سنين قاعدني جنبك، بعدين هنعمل أنت إيه؟ هتبني نفسك؟ طيب والزواج فين؟ لا الزواج ده خطة بعيدة. الجواز دي خطوة بعيدة. لسه في مرحلة الديتينج. Come on, it's the first blind date. Take it easy. مارج كلمة كبيرة قوي على أول ديت. من متى كان الزواج يبدأ بهذا النوع من المواعدة؟ هم يريدون علاقة مبنية على التحرر الزائف، علاقة بالنسخة الغربية، علاقة السهر فيها في الخمارات أمر عادي. أنت بتحب الرياضة؟ بحب الرياضة وبحب السهر جدا. بحب السهر فيه؟ في البيت بتفرج على التلفزيون يوم الأحد والاثنين بس. وباقي الأسبوع؟ في أي خمار. يريدون علاقة يكون فيها الذكر منزوع من الغيرة والكرامة. طالما أنا موجود في بكيني، أنا مش موجود مفيش داعي، مفيش بحث. أنا بلبس بكيني مع مامتي وبابايا والدنيا. هذه هي الخطة الشيطانية، خطة تهدف لتدمير قيم وأخلاق المجتمع من خلال تدميرهم لفكرة الزواج العفيف الذي يبنى من خلاله بيوت سوية تنجب ذرية سوية تبني المجتمع. هؤلاء لا يعطوننا مجرد أفكار، بل يعطوننا نظام حياة متكامل يعيشون فيه ليس كما أراد الله بل كما أراد الشيطان والنفس، ويريدون منا أن نعيش مثلهم. وإذا استغربت أنت متخلف. بكرة أنا قاعد في البيت وعملت أكل وكلمتك قلت لك تيجي تتغدي معايا، هتيجي وأنا عايش لوحدي. وفي إيه بينا بقى يعني؟ بكلم ماما، بكلم بابا، ما هو ويبقى العالم شمال. كله عارف إن أنت في إيد الشمال. والله الديت ده شمال. أنا من عيلة محافظة. أنت من المحافظة. فالدعوة العالمية الآن هي دعوة إلى الميوعة، فلذلك تجدهم دائما ما يطرحون أفكار ويجعلون أنفسهم حكما عليها، ثم يخبرونك أن كل هذا من قبيل الحريات حتى يقومون بمحاصرتك فكريا. دياثة مستوردة. من أهم الأفكار التي يعملون على نشرها هي أن الدياثة أمر عادي وحرية شخصية، وبرأيهم لا يفترض على الرجل أن يغار. الرجل الغيور برأيهم متخلف. فلا تخلو حلقة من حلقاتهم من أسئلة مثل: عندك أصحاب ولاد ولا لا؟ تلبسي مايو؟ هل أنت زواج صالونات أم زواج عن حب؟ فتجدهم يروجون لفكرة أن يكون للخطيبة أو الزوجة أصحاب ذكور أمر عادي، بحجج كثيرة يصطنعونها، مثلا صاحبها متربي معاها عادي. يعني بتغير من ايه؟ بتغير من ايه؟ واحد متربي معاه بغيران من ايه؟ طيب قصدي ان هو متضايق قوي فانا رايحه اواسيه عادي، مامته قالت لي تعالي شوفي الواد. مجرد اصدقاء، مجرد اخوه عادي. وانتوا اصحاب بقالكم قد ايه؟ 11 سنه مثلا. يا لهوي. لا طب انا ايه اللي جاب؟ ثم اذا لاحظت التطبيق العملي لفكره نشر الدياثه تجد كائنات مثل هذه. انت بقى ترضى لو انت خطبت يكون عندها جاي بس فريند زي كده؟ والله لو هو في اخلاقي
انا موافق. فخلاك انت؟ اه طب انا شايلها في عيني بصراحه وبخاف عليها، فدي حاجه كويسه يعني. يحاولون تجريد الرجل من غيرته وكرامته ورجولته، فتجدهم يروجون لفكره ان اللبس العاري امر عادي، المهم المكان الذي تلبس به. طيب بالنسبه لي سؤال برضو مهم قوي، عندك يعني مش عارفه بيسموها ايه قوانين للبس البنت اللي معاك؟ ما عنديش مشكله قوي يعني تسموت عندها فريدم في اللبس، بس اجين ما يبقاش لدرجه انه نبقى ماشيين في الشارع الغلط ونخش في حوار يعني خلينا كلنا نبقى مش مرتاحين. بحسب رأيهم لا يصح للفتاة أن تلبس فستان عاري أمام زملائها في العمل، ولكن يحق لها أن تلبس فستان عاري في سهرة مسائية مع نفس الزملاء خارج العمل. وبالتالي هذه الفكرة تجر أفكار كثيرة حولها، مثلا لا مشكلة أن تعود الزوجة إلى البيت بعد منتصف الليل من عملها، ركز من عملها، أو يمكن حتى أن تبيت خارج البيت بسبب العمل. طيب أنا بتأخر شوية في الشغل. شوية قد إيه يعني؟ ساعة كام؟ ساعة 2 بالليل، ساعة 3، ساعات بقعد يوم بصور فبابات في الشغل. يعني انت شغاله شغلانه كلها رجاله وبترجعي البيت الساعه 2 بالليل؟ اه. متأكدة انك مذيعة؟ طيب كل هذه الديات التي قاموا باستيرادها من الغرب ونشرها بين الشباب العربي المسلم من خلال شخصيات مختارة تحمل تلك الأفكار، كل هذا هدفهم من خلاله تدمير قيم وأخلاق المجتمع. السيناريو المكتوب والزحف الناعم. البرنامج يظهر للناس على أنه عفوي يعبر عن آراء الحاضرين، والحقيقة عكس ذلك تماما. فمع تقصي لأغلب الحلقات تجد أن هناك سيناريو مكتوب مكرر في كل حلقة، فتجد نفس الأسئلة الفاضحة في كل حلقة. عندك أصحاب ولاد ولا لا؟ زواج صالونات أم زواج عن حب؟ لدرجة أن الأسئلة التي يطرحونها أصبحوا يعرضونها في المسلسلات الكوميدية من باب الكوميديا. تتضايق لو أنا عندي بيست فريند ولد؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. فتجدهم في البداية يتبادلون الطعام، والغريب أنه في كل مرة شخص منهم لا يعجبه طعامه فيقرر أن يبدله. طبقك؟ نذوق بعض؟ هات كده طبقك؟ في روزماري كمان لو عايز. وهنا السؤال الجوهري، ما الفائدة من تكرار وعرض هذه الأفكار في مثل هذا النوع من البرامج؟ الإجابة بكل بساطة لأنها ذراع من أذرع الغزو الفكري. اللص في العادة عندما يريد سرقتك في مكان عام وليكن حافلة مثلا، يقوم باستراتيجية الإلهاء المتكرر، يعني يستمر في التحرك حول الضحية وملامستها بشكل غير مباشر حتى تعتاد الضحية على وجوده. وعندما يقوم بسرقتك لا تشعر بأي حركة غريبة لأنك اعتدت على ذلك. صحيح، وهذا بالفعل ما يقوم به هذا البرنامج ومن شابهه، يقومون بشكل متكرر بعرض والترويج لأمور محرمة قطعا في دينك، ولكن مع التكرار تعتاد عليها فيسرقون تلك القيم والأخلاق منك دون أن تشعر، وبالتالي تفقد أغلى ما تملكه وهو عبوديتك لله عز وجل، وتصبح مقيد بالقيم والأخلاق الغربية. وهذا هو هدفهم الأسمى، تحويلك للنسخة الأوروبية. النسخة الأوروبية التي إذا نظرت إليها تجد أن الزواج فيه معزوف عنه تماما، أغلبها علاقات محرمة عابرة ومصاحبة إلى آخره. ففي الغرب هناك انخفاض واضح في نسبة الأطفال لديهم بسبب عزوفهم عن الزواج، لدرجة أن هناك شركات كانت تنتج منتجات الأطفال أصبحت تنتج منتجات القطط، وشركات كانت تنتج حفاضات الأطفال أصبحت تنتج حفاضات الكبار والسن والعجزة. أيها الطيب، هذا البرنامج ومن شابهه ليس غريبا علينا، فالحرب بين الإنسان والشيطان قائمة منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حتى قيام الساعة. صحيح، ولكن العجيب أن أغلبنا لم يعد يكترث أو ينتبه لهذه الحرب بين الإنسان والشيطان أساسا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، بل نهانا عن الاقتراب عن الشبهات حتى نحمي أنفسنا. لذلك أنصحك بعدم مشاهدة ذلك البرنامج ومن شابهه. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.